سيدتي، رح نحكي عن موضوع اليوم. يعتقد الكثير من الناس بأنه المدرسة فقط هي دورها التثقيفي للأبناء، ولكن الحقيقة تقول بأنه المدرسة هي مكملة لدور الأهل وفي تعزيز الثقافة لدى الأبناء. رح نحكي عن هالموضوع مع الدكتورة خلود الزعبي الخصاونة الاستشارية التربوية. سعد صباحك. صباح الخير، أهلا وسهلا. في الحلقة الماضية حكينا، عرفنا الثقافة وحكينا عن دور الأسرة، بس نرجع عشان نربط الحلقة الأولى بالحلقة الثانية، أنه الثقافة هي عبارة عن عادات، تقاليد، أعراف، فن، قانون، لغة، أي شيء من صنع الإنسان. والثقافة هي عبارة عن سلوك، أنا من خلال سلوكك بقدر أعرف ثقافتك. والثقافة هي كمان شيء مش ما بينولد مع الإنسان، يكتسب من المجتمع، من الناس المحيطين به. فعشان هيك هي الثقافة بيكتسبها الفرد عن طريق أسرته. أول إشي يعني الطفل مين بيكون؟ بلشوا عن طريق الأسرة، وحكينا عن دور الأسرة وكيف بتواجه العولمة الثقافية، وعن طريق التوعية، الحوار، النقاش، الإقناع، التفكير الناقد، نعزز مهارة التفكير الناقد عند الطفل. هلا دكتورة خلود، أنا بس خطر في بالي فكرة، بما أنه عم نحكي اليوم أو حكينا المرة الماضية عن العيلة واليوم عن المدرسة، طب إذا كانوا الأهل أصلا مش مثقفين، كيف بدهم يبنوا ثقافة لدى أبنائهم؟ هاي نقطة كثير مهمة. هلأ شوف، صعب تحكي أنه في حدا مش مثقف. يعني ممكن تقول في حدا مش متعلم، بس أي حدا مش مثقف، بس في ناس ثقافتهم ضئيلة وناس ثقافتهم كبيرة. ما يقولك أي حدا بيلم بالعادات والتقاليد بيكون مثقف. يعني ما تقولي ما في أب ما بيعرف أنه يعني مبادئ بسيطة بالثقافة. يعني كيف بدي أقول لك، يعني قبل ما أنا أبلش أبني ثقافة عند ابني، لازم أنا أعزز وأطور ثقافتي عشان أبدأ أبني ثقافة إيجابية عن ابني. ما بقدر أجي أبني عنده ثقافة وأنا أصلا مش معزز ثقافتي. صحيح. فهذا كتير إحنا منلاقيه عند كتير أهلي. زي ما أنت حكيت، ممكن يكون هو عنده مثقف بس بتكون عنده ثقافة بالثقافات السلبية، أو ما ضل بثقافتنا من شوائب ورواسب لازم إحنا نقيمها. صحيح. يعني مثلا في عنا ثقافات زي أنه عدد الثائر، خلينا نحكي، أو أنه الطخ بالأعراس، زي مثلا أنا بسميه، غير أنه ما عندوش ثقافة، في إشي اسمه تخلف ثقافي. كيف يعني التخلف ثقافي؟ هي الكلمة كتير صعبة على الجمهور يمكن لما يسمعوها، تخلف ثقافي، بس هو فعليا تقيلة، بس هو فعليا موجود عنا. لأنه إيش هو التخلف الثقافي؟ إحنا عنا تسارع في وصول الماديات قبل الأشياء المعنوية. يعني مثلا إحنا بيجينا الموبايل قبل ما يكون عنا المايند جهز أنه كيف بدنا نستخدم الموبايل. صحيح. مثلا بتلاقي أنه حدا معاه سيارة موديل السنة ولهلأ بكوب أعقاب السجائر من الشباك. يعني هذه الإشي، هذا الموضوع ثقافة، أنه أنت إشي ثقافة، ثقافة الرقي في الأشياء. يعني أنت لما يكون عندك ثقافة أنت بترتقي. فهي نوع من أنواع الثقافة أنا راح أحكيها هلأ. أنه إحنا ما بيهمني كتير مثلا ثقافة ونظافة بيتي، بس ما بيهمني ثقافة الشارع. يعني أنا ما بكب السيجارة جوا سيارتي، بس أنا بكب السيجارة برا الشارع عادي. فهي نوع من أنواع الثقافات لازم نشتغل عليها. هي مبسطة أكثر، عمرها المصاري ما سوت شخصيات أو أشخاص أو الناس، أنت اللي بتعمل مصاري. هاي صح، الإشي اللي شايفينه بحياتنا. هلأ نحن بنشوف دكتورة، في ناس بتجي بتحكي لك العادات والتقاليد، هي مثلا تأثرت العادات التقاليد. أنا بشوف إنه نحن نظلم العادات والتقاليد باللي إحنا شوهناها. والعشائرية إحنا في البعض منهم للأسف عم بظلمها، مع إنها هي أساس. أنا دائما بحكي لأنها هي مع المرأة، مع الرجل، مع الحق، مع الطفل، مع حماية الوطن والمواطن إلى آخره. كيف بدنا نعزز العشائرية الصحيحة اللي بعيدا عن التشوه اللي صار، اللي شوهوها بعض الأشخاص، والعادات والتقاليد اللي هي أساس حياتنا؟ هذا هو هلأ هون بعد دور الأسرة اللي حكينا في المرة الماضية، دور المدرسة. بس خليني أعطيك فكرة إيش هي المدرسة قبل ما أورجيك كيف لازم نبني الثقافة واللي حضرتك تفضلتي فيه. هلأ إيش عبارة المدرسة؟ المدرسة عبارة عن مدراء، معلمين، موظفين في المدرسة، أهالي، طلاب. فكل هذا المجتمع الموجود في المدرسة جاي من شخصيات مختلفة، معرفة مختلفة، خبرات مختلفة. فأصلا المدرسة هي مجتمع قائم بحد ذاته، يعني هو مجتمع مصغر. فهدف المدرسة أنه
تفاعل هاي الشخصيات مع بعض، تتفاعل مع بعض وتخرج بمكون ثقافي متوافق مع المجتمع، مع الثقافة العامة الموجودة في المجتمع. فمثلا كدور المعلم، المعلم عن جد شغله كتير صعب داخل الصف، لأنه هو لما بدخل غرفة الصف هو بدخل كمان على مجتمع مصغر أكثر، في ثقافات مختلفة، بيئات مختلفة، خبرات مختلفة، معرفة مختلفة. فالمعلم هون لازم أول إشي يخرج عن الإطار الثقافي تبعه ويخرج عن شخصيته ويدخل ويتفاعل ويتكامل مع الطلاب الموجودين معه. كيف؟ لازم يكون كتير قريب منهم لازم يكون يفتح قنوات الحوار بينه وبينهم، عشان المعلم كمعلم هو بيأثر أمرات أكثر من الأب والأم على الطلاب. فمثلا لما حكينا أنه على تعزيز هدول العادات والتقاليد والعشائرية عنا في بالثقافة، هي ثقافة إشي كتير كبير، عشان أنا بس بدي أجزئها عشان نقدر نفهم إيش هي الثقافات اللي لازم نبنيها في مدرستنا عشان تعزز العادات والتقاليد والعشائرية والأشياء، كل الثقافة الإيجابية الموجودة في بلدنا. راح أقسمهم مثلا عنا أول إشي الثقافة السياسية. مثلا الثقافة السياسية إشي كتير مهم ننميه من الصغير للكبير، يعني خاصة طلاب التوجيه وخاصة طبعا في الجامعات. الثقافة السياسية هي الحب، الولاء، الانتماء، الاعتزاز. يعني أنا بعلم ولاء وانتماء، طب أنا كيف بدي أقول ولاء وانتماء وما في اعتزاز؟ يعني أنا لما بدي أنتمي على إشي أنا بدي أعتز فيه، أنا بدي أعتز في وطني، بدي أعتز في قوميتي. مثلا عنا ثقافة التطوع، مثلا احنا عندنا ثقافة التطوع مش موجودة، ما في عندك اشي اسمه عمل دون مقابل. امرات بتلاقي مثلا بتشوفي حدا عم بنظف او متطوع بتقولي اهبل مثلا، انه شو اللي الله جابره. والله عنا ما عنا هاي الثقافة، فعنا هي ثقافة التطوع مثلا انه لازم تنبنى من طفل هو صغير، لانه احنا بنفكر مثلا انه تنظيف البلد على الدولة، على عامل النظافة. يعني إذا عامل النظافة عامل الوطن إذا مش موجودة هاد مش واجبي. لا، لشي الدولة لمين؟ مش دولة نحنا، إنا أنت كلياتنا، إحنا الدولة. فإحنا دايما بنفكر أنه الدولة هي شخص غريب عنا، بس الدولة هي وجدت لخدمتنا أصلا، وإذا إحنا ما ساعدنا في بناء هاي الدولة فما رح يزبط هذا الموضوع. وأضيف دكتورة، يعني الدولة هي نتاجنا، صح؟ احنا يعني اللي عملنا الدولة، انت اللي اخترت الفلان وانت اخترت علان، فانه الحق عليك انت، مش عاجبك معناته لا ترجع تختار. ما هذه هي نوع من انواع الثقافه برضه، لما تختار علان وعلان وفلان وعلان فانه هي هون هيك بصير، انه لانه ما بيكون عندنا توعيه بالثقافه السياسيه. بعدين شغله ثانيه، مثلا في ثقافه جدا مهمه هي ثقافه الالتزام. احنا في شرطي بتوقف على الاشاره، ما في شرطي ما بتوقف على الإشارة، بأكثر من موقف. مديرك موجود بتلتزم في العمل، مديرك مش موجود ما بتلتزم في العمل. الداخلي هو هذا الالتزام الداخلي اللي بيبدأ من الانضباط الذاتي اللي إحنا لازم نعززه من أطفالهم وصغار. يعني الثقافة هي سلوك أولا، هي سلوك وأخلاق، هي تعديل سلوك. هي أنت لما بدك تبني ثقافة بدك تعدل سلوك، وهي أخلاق بنفس الوقت. صحيح. بس بدي اقول لك شغله صغيره، انه هي الثقافه كمان بتتغير من مكان لزمان. مثلا احنا هلا بوقت الكورونا كتير تغيرت من عاداتنا وتقاليدنا، يعني مثلا هاي زيارات العيد، الاعراس، الافراح كلياتها. بس مثلا هون نربطها بثقافه الالتزام، انه ما حدش بحط كمامه عشان انه الموضوع طويل جدا، الموضوع طويل بس لضيق الوقت. انا كملت برضه، ما كملت شغله من جزء ثالث. اكيد بدي اقول لك ثالث، لا ما مقبلين على يعني على يعني فتوح المدارس ان شاء الله قريبا، واحنا بحاجه نثقف ونوعي الاهالي. طب بصير ازيد شغله واحده، المنهاج ودور المدرسه كثير مهم في بناء الثقافه. الثقافه زي ما انا حكيت محتوى، والتربيه هي اللي بتنقل هذا المحتوى. فانا ما بنقل هذا المحتوى عن طريق التلقين، لا، عن طريق الممارسة. نعم. والعمل. يعني مثلا بدي أدرس ثقافة الريف أو القرية، بأخذ الطلاب على الريف وبيكتبوا تقرير وبرجعوا على المدينة وبعرضوا، والعكس. هذا صحيح. موضوعنا بالفقرة الثالثة رحنا سحر. كل الحاجة سحر. علمو بدنا نشكرك دكتورة خلود الزعبي الخصاوني، والاستشارة التربوية، موضوع جدا مهم، ولكن إلا وآخر إن شاء الله. كل الشكر لك. شكرا دكتورة، شكرا، يعطيك العافية. فاصل.